كابتن بلال، اذا كان هناك من يستحق الاشاده في هذه المباراه مع رمضان صبحي واحمد ابو الفتوح، فاعتقد ان الكابتن شوقي غريب النهارده يستحق كل الاشاده، سواء بدايته في المباراه او حتى تغييراته النهارده. الحقيقه كل اللعيبه الحقيقه النهارده سبيريت عاليه جدا يا اسلام، تفوقوا على نفسهم النهارده في الشوط الثاني، برغم ان احنا يمكن قلنا ان الشوط الثاني هيبقى مختلف شويه، معدل اللياقه البدنيه هيقل لعيبه منتخب مصر نظرا للمجهود الكبير اللي اتبذل، ولكن واضح ان الروح كان ليها مفعول السحر. أيوه. في الشوط الثاني واضح ان اللعيبه كان عندها اصرار غير عادي. النهارده كابتن شوقي غريب يمكن خرج من العباءه بتاعته، كابتن شوقي غريب المباراه اللي فاتت وحتى في سباق المباريات الكتيره اللي قبل كده الاداء النمطي والتشكيل العادي، النهارده بيختلف تماما. كابتن شوقي غريب النهارده بيغير طريقه اللعب، وده اللي احنا نادينا بيه في كل يعني في كل المباريات اللي فاتت، قلنا ان لابد ان يبقى فيه تغيير داخل الملعب، تغيير في طريقه اللعب نفسها، تغيير في التاكتكس، تغيير في الميشنز اللي بتديها للعيبه. النهارده في وقت من الاوقات منتخب مصر بيلعب 4 2 4 او 3 3 2 3 1، فاهم قصدي؟ وفي بعض الاوقات بنشوف 2 سترايكر كابتن، زي ما حصل النهارده في التغيير بتاع احمد ياسر رواني، النهارده كان بيلعب جنب مصطفى محمد ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي، يعني 4 في الحته الهجوميه. فالنهارده شفنا تغيير كتير في التاكتكس اللي اشتغل بيه كابتن شوقي غريب. تغييراته النهارده التوقيت بتاعها توقيت مثالي الحقيقه بالنسبه لي. النهارده ما صبرش كتير على التغييره الثانيه بتاعت عبد الرحمن مجدي. الدقيقه 66 الدقيقه 66 ابتدى يعمل التغييره كابتن، حته المجازفه، بتلعب على ملعبك وسط جمهورك، طبيعي انك ما تخافش، طبيعي انك يكون ادائك راقي بالاداء اللي احنا شفناه الشوط الثاني. الشوط الاول يعني ده شوط، والشوط الثاني شوط مغير تماما في الاداء، في الروح، في التاكتكس، في الامكانيات، في الدوافع كمان اللي كانت موجوده عند اللعيبه. النهارده بص كمان شوف الفرحه بتاعت رمضان والفرحه بتاعت كابتن شوقي غريب، يعني كابتن شوقي بيعيط النهارده. انت ما صعدتش للاولمبياد تمام كل حاجه، ولكن يعني عارف احساس ان انت عايز تحقق حاجه تمام، اعتقد انه ده اتنقل من كابتن شوقي غريب للعيبه داخل الملعب، وده الاهم، وده اهم حاجه. انا مع كابتن في اللي بيقوله، كل اللي بيقوله، حته انك انت ما تخليش اللعيبه المدربين كلهم يدوا تعليمات، ولكن دي برضو بتبقى ساعات كده يا كابتن بتبقى تخرج عن النطاق عشان الروح اللي موجوده عندك، انت كله عايز يشجع. النهارده انا مش شايفها مباراه تكتيكيه، انا شايفها مباراه حماسيه يعني فيها روح وقلب. بالعكس انا شايف ان النهارده مباراه تكتيكيه على الطراز الاول. انا شفت طبعا ده طبيعي، التغييرات طبعا. رمضان صبحي بوجهه نظري رمضان صبحي يستحق ان يكون هو الافضل في هذه المباراه، هو نمره واحد واحمد ابو الفتوح نمره اثنين، ده مش هنقدر نتكلم فيه، ولكن وجهه نظري ان الكابتن شوقي غريب يستحق ان يكون الافضل في هذه المباراه بسبب اشياء كثيره جدا، الضغط ووقفته وتغييراته وكلامه. انت بقى الحاجه الجديده اللي انت بتقولها دي مهمه جدا، اللي هو ان انا عندي حاجه عايز اوصل الاولمبياد، فانا نقلت ده للعيبه، وبالتالي يستحق 10 من 10 في هذا الموضوع. ده اللي احنا اتكلمناه في البدايه. انا قصدي اقول مش مفيش تاكتكس، لكن عايز اقول ان الروح العاليه قوي غطت على كل حاجه، بتغلب على حاجات كتيره جدا في المباراه. بس هي الروح العاليه دي جايه منين يا بلال؟ من المدير الفني بس كده. وده ما احنا البكا اللي بكاه كابتن شوقي غريب بعد تسجيل الهدف الثالث، مع انه ما صعدش للاولمبياد لسه برضه، ولكن ده يديك معنى ان الراجل ده بيشتغل مع اللعيبه نفسي بشكل رائع جدا، بيشتغل نفسي مع اللعيبه بشكل عالي قوي، اهل اللعيبه نفسيا. النهارده كل الكرات المشتركه بالرغم ان منتخب غانا كابتن عندهم اطوال وعندهم قوه وعندهم، ولكن كل الكرات المشتركه تقريبا 90% لصالح لعيبه المنتخب المصري، لو ما خدتهاش بتعمل فاول عليها، وهو ده الشغل الجديد اللي شفنا النهارده المنتخب الاولمبي بيشتغل عليه. فالنهارده نجاح في التغييرات، في توقيت التغييرات كمان بالزبط. في تغيير نمط اللعب بتاعك، في تغيير كمان طريقه اللعب اثناء الجيم، ودي الحاجه الاهم والافضل، والنهارده تفوق فيها شوقي غريب بشكل كبير جدا جدا، ان ازاي النهارده يعتمد فعلا او يشتغل على الطريقه اللي هو بيلعب بيها. النهارده اشتغل على الكرات العرضيه، وده اللي كنا بنفتقده. انت كنت دايما بتلعب مستني فرصه زي بتاعت مصطفى محمد زي الشوط زي الهدف الاول او الجول الاول. النهارده انت بقى عندك 3 4 مصطفى محمد داخل ال 18، كل الكرات العرضيه النهارده اللي بيلعبها منتخب مصر لصالح مهاجمين منتخب مصر، نظرا للزياده العاديه اللي موجوده، عشان بتلعب باثنين سترايكر واثنين وينجين واثنين وينجرز، واحد فيهم بيضم والثاني هو اللي بيشتغل من ناحيته، سواء اذا كان عبد الرحمن مجدي او رمضان صبحي. عبد الرحمن مجدي وتغييرته احدثت فارق كبير جدا للمنتخب المصري النهارده. برافو عليك، لكن انا في النقطه دي يا بلال، ما هو عشان كده انا بقول ان الكابتن شوقي غريب يستحق ان يكون الافضل في هذه